كل حدا فينا فيه مهرج، بس في ناس بهرجوا بطبيعتهم وفي ناس بدهم قناع. لو كنت أنا المهرج كان مسموح لي أعمل شو ما بدي، مش مهم مين سمح لي ولين سمح لي، حتى إذا ضحكت على المهرج عادي ما بتفرق، مش مهم شو بلبس أو كيف بحكي أو كيف بمشي أو شو ديني أو مين أنا. عن جد نيالي مريح راسي، صحيح طايش بس عايش، بعمل شو ما بدي وكيف ما بدي، والعالم بيضحكولي أو يمكن بيضحكوا علي، بس أنا بحس إنه أنا بضحك على العالم. على العموم مش رح نختلف مين بيضحك على التاني. والمهرج بيهلك حاله ليضحك العالم، والعالم بتهلك حاله لتورجي المهرج انه هي مبسوطة. يعني ليه ما فينا نكون هيك على الطبيعة بدون هالقناع وبدون هالتعب؟ وإذا بدنا نقعد نحكي على العالم كيف بيلبس وكيف بيمشوا وكيف بيتصرفوا، ايه مش رح نلاقي وقت نحب بعض أصلاً.